نستقبل بفقرة سانتي لليوم دكتور جي حكيم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك اختصاصي جراحة مسالك بولية وأعضاء تناسلية. موضوع اليوم شائع جدا ولكن مش الكل بيحكوا فيه، وببعض الأحيان بيصيروا يأخروا الموضوع خوفا من النتائج، وهو موضوع البروستات. موضوع البروستات من أي عمر ببلش وشو ممكن تكون المشاكل؟ رانيا ريك، الموضوع البروستات هو سيء فيه أنه تابو عند الرجال، لأنه بيعتبروا أنه بس يبلش المشاكل البولية عنده مثل كأنه شغلة مش لازم عطول يحكي فيها. منشان هيك بتكون شوي صعبة عليه تبليشة، يعني بيصال المريض عادة شوي مؤخر بعد ما يبلش بلشوا العوارض. مزبوط، يعني بيصير يماطل شوي. مزبوط، لأنه الموضوع مش كتير بحب يحكي فيه. المريض البروستات بدنا نقسمها لعدة أشياء. عم نحكي عن أي عمر؟ ما لحقلك، بدنا نقسمها لعدة اشياء. يعني في عندك سرطان البروستات، في عندك تضخم البروستات اللي هو اكثر شيء شائع، وعندك الالتهاب بالبروستات. التهاب البروستات ممكن يجي من عمر العشرين لعمر المئة سنة. سرطان البروستات اذا واحد عنده حدا بالعائلة عنده سرطان البروستات، بيو عمومته هيك، مفروض في يبلش قبل بوقت بالفحوصات. يعني إذا عادة ببلشوا بعمر الخمسين، مفروض بالأربعين يبلشوا بفحوصات اللي بنعملها منشان ننبش إذا في عنده الإنسان بروستات أو لا. أما تضخم البروستات هي حسب، في أشخاص كل الناس ابتداء من عمر الأربعين وبالطالع ببلش تضخم البروستات، بس تبلش العوارض ساعتها بصير لازم نداوي أو لا. أما الكانسير البروستات مفروض نلاقيه أبكر شيء ممكن، لأنه كانسير البروستات هو أكيد. إيه، لأنه كانسير البروستات هو كانسير بطيء ولكن يداوى. يعني صار عنا عدة طرق من شان تنقدر نداوي لكانسير البروستات. هلأ كل إنسان بيجي مبكر بتشخيص مبكر لسرطان البروستات مفروض يصح. مش يرتاح، يصح. يعني الالتهاب يلي حكيت عنه يلي ممكن يجي بأبكر عمر، خلينا نقول، هل يعالج من دون عملية أو ضروري يكون في عملية؟ لا طبعا. بالعكس، التهاب البروستات هو بينجي عن إجمالا، يعني أكثر شيء بيجي من التهابات البول. هلا التهابات البول اللي هي بتضرب البروستات. يعني؟ لا، التهاب البول عند الرجال بتضرب يعني هي وقات البول الملتهب هو قاطع بقلب البروستات، بيعطي هالبكتيريا للبروستات والبروستات تلتهب. يعني ممكن من مره واحده او من التهاب مرة واحدة بول واحد، التهاب واحد ممكن يعمل هيك. حسب شو السبب. اذا في عندنا سبب، يعني اذا هالسبب هو تضخم البروستات سبب لنا التهاب للبول، بدنا نداوي هالالتهابات، نرجع نحكي بعلاج للبروستات. هل العلاج هو عمليه، دواء، حسب قد ايه دوجريل، قد ايه نسبه الازعاج والتضخم عند هالانسان بنقدر نعالج. هلا عند الشباب او اللي كثير ختياريه في عده اسباب تانية. يعني عند الشباب عندك أسباب إيجينيك، يعني إن كان نظافة، إن كان جنسية، إن كان في ناس بتعمل التهابات، في ناس المبولة ما بتفضي، في ناس. وعند الختيارية أكيد هالمبولة الختيارة صارت اللي ما عم تقدر تفضي البول على الآخر، عم بيرقد البول، عم بيسبب التهابات، والالتهاب عم بيضرب البروستات. يعني كتير البروستات والبول متصلين ببعض؟ أكيد، هي عندك المبولة، المخرج تبع المبولة البروستات بتجي نحن بنقلها الكرافات، يعني بتلف حوالى المجرى تبع البول. مشان هيك بس تتضخم البروستات بتكبس على المجرى تبع البول، بصير تفضاية البول من المبولة، في ازعاج ان كان بالزخم، ان كان بالتقطيش، ان كان الواحد بصير. يعني هون عم ننقل على نوصل للعوارض، بس بدي اذكر المشاهدين دكتور انه بيقدروا يتصلوا فينا على 0464 لطرح اي سؤال له علاقه بموضوع اليوم بفقره سانتي، وهو موضوع البروستات. العوارض شو هن؟ بنسمع بتقطيش البول، ولكن هل هو العارض الوحيد وهل هو لكل الحالات؟ ولا كمان رح نقسمها لثلاثه. نبلش بالهين اللي هو الالتهاب. الالتهاب بيصير حاسس المريض بحريق بول كتير قوي، ممكن يشوف دم بالبول، بتقطيش، بازعاج بالتبويل، بحراره قويه وتشات برد. دونك هول التهاب البروستات اللي بيجي من التهاب البول. بيشبه التهاب البول على كل حال، هو التهاب بول. بس العوارض الفرق بينه عند النساء
بيجوا بدون حراره، ممكن تيجي بدون حراره بدون تشيت برد، ممكن كبول. عم نحكي كالتهابات بول. عند الرجال اكثر بيجوا مع حراره وتشيت برد كثير قويه، يعني بنحكي بحراره 40 39 ونص مع تشيت برد، شيء مزعج كثير. بس للاستفسار بيطلب... نعم عفوا دكتور، هل التهاب البول هو فيروس او من شو ممكن؟ لا، بكتيريا. بكتيريا بكتيريا بتصير معنا بكتيريا. الاغلب بكتيريا بتكون موجوده بجسم الانسان. يعني نحن بنحكي عن الاشيريشيا كولي اللي هن 85% تقريبا من التهابات البول بيجوا من الاشيريشيا كولي. هلا حسب فحص البول ونوعيه اي انتيبيوتيك فينا نستعمل، بدنا نعالج هالمريض، ان كان بالابر ان كان بالحبوب او بغير طرق انتيبيوتيك. واذا في لها سبب بدنا نعالج السبب، نفضل المبوله بالدواء بالتي هي احسن. تاني حالة عم نحكي كنا تضخم. عن تضخم، حكينا عن التهابات، عم نحكي الآن تضخم بالنسبة للعلاج. نعم، عن العوارض. العوارض التضخم كمان، التضخم بيصير عنا مثل إزعاج بتفضاية المبولة. شو يعني تفضاية المبولة؟ يعني بس يكون بده يفوت يبول الإنسان بيصير ما في زخم، ما في قوة ضغط بالبول، بيصير يقطش البول معه، ببطل يقدر ينطر. يعني إذا حسيت حالي بدي فوت على التواليت بدي فوت بسرعة، ما بقدر أنطر. بالليل بيقوم عدة مرات. في وجع؟ إجمالاً لا، بس في إزعاج. وهالشي الشغلة السلبية فيها أنه بتجي شوي شوي. يعني بتسألي المريض مثلاً أنه عندك مشاكل بول، بيقول لك لا. بس تسألي كم مرة بقوم بالليل، بيقول لك أنا بقوم ثلاثة أو أربع مرات. هي مش منيح. يعني ليه؟ لأنه كله بتأثر على حياته كمان. يعني عم بيوعى ثلاث أربع مرات بالليل، يعني تاني نهار عم بيكون تعبان. يعني دونك في كتير عوارض. وبالشكل الخارجي ما منحس بتضخم أبداً أبداً أبداً. نعم. بالشكل الخارجي. قبل ما نتابع دكتور معنا اتصال. ألو ألو بونجور. بونجور، مين معي؟ معك مدام سيلفانا. تفضلي مدام. بس أنا سؤالي بيتعلق بهالموضوع. أنا عندي صبي عمره 7 سنين. مشكلته بيهرب بول، يعني ما بيعمل بيبي بتيابه. بس دائما يعني بيهرب شوية بيبي شوية، يعني نقطتين ثلاثة. بيلتهي باللعبة. الأحكيم وقال لي ما عنده مشكل، بس بلا انه خايفه لبعدين يصير عنده مشكله. قد ايه عمره مدام؟ 7 سنين. اوكي وي. شكرا لاتصالك. 7 سنين هون عم نحكي بعدنا ب الماتوريتي، يعني بنضج المبوله. اذا هالمبوله عم تقدر تساع البول اللي عم يستوعبه، يعني اللي عم يفرزه هالجسم، او دغري بده يفوت. بما انه الولد بيلتهي ان كان باللعب ان كان بالمدرسه ان كان مع اصحابه، اوقات بيجرب يعبيها كثير 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 للمبولة ما بيقدر يسكرها. بس هون كمان لازم نشوف اذا في سبب. هلا اذا ما في سبب الوقت رح يعالجه، من هلا للعمر العشر سنين او 12 سنه رح يتعالج. وخصوصا اذا مثل ما عم بتقول المدام انه ما عنده التبول اللا ارادي. وعم تحكي بكم نقطه عم ينسبق في فيهم الولد. في اكزرسيسات بينعملوا؟ في اكزرسيسات، بس اهم شيء نشوف اذا في سبب، اذا في التهاب، واذا هالصبي عم بفضي مبولته منيح. هيدي بايكو، يعني لازم يخلص للاخر، بده يفضي مبولته على الاخر، والا رح تنتلي بسرعه، رح يضطر يرجع يفوت بسرعه، والولد ما له جلاده بيلتهي بغير اشياء. سو ببطل. اكيد ممكن يتصل فيك تحت الهواء لاكثر تفاصيل. دكتور، كنا عم نحكي عن عوارض. هل عوارض السرطان مثل عوارض التضخم ذاتها؟ اكيد لا، السرطان ما عنده عوارض. حلو. وخصوصا عن تبليشته اذا لقطناه بالاول، يعني هو ما في اي عوارض. هلا اكيد اذا كان كثير متطور بمرحله كثير متقدمه، ايه، بس صرنا عم نحكي بعدم بمشاكل، يعني انتقال هالمرض منه للعظم، منه للدرنات، منه للكبد، اكيد بيصير عندنا عوارض. ولكن هون عم نحكي نحن بستاد كثير افانسي، يعني مش على طول بقى عم نشوف هيك ناس، لانه مع الفحوصات الدم اللي عم تنعمل ومع التوعيه اللي انعملت بفتره من الفترات، خصوصا اذا وراثي مثل ما تفضلت، خصوصا اذا وراثي عم بتكون عنده اياها عقده تقريبا المريض، يعني ببلش بفحوصاته بنقول له نحن بلش على 40 فيهم، عم بلشوا على 35 يعملون للفحوصات. معلم فوالا. منشان هيك فحص الدم مهم للكانسير. نعم. اكثر ما هو للبروستات. قبل ما نوصل للعلاجات، هل التضخم او الالتهابات ممكن تودي لكانسير؟ هذا السؤال كثير بينسأل. مزبوط، كل الناس بتسأله. نعم. ابدا، يعني هيدي الشغله ما لها علاقه بهالشغله. نعم. ولكن في فحص الدم اللي بنعمله اللي هو البي اس ا، اللي هو بيبين لنا اذا في سرطان او ما في سرطان. هيدا الفحص ممكن يتاثر بغير عوامل، يعني ممكن اذا بروستات كثير مضخمه يعلى شوي هالبي اس ا، ولكن مش يعني اذا عالي هالبي اس ا مع بروستات كبيره يعني عنده كانسير. منفصلين عن بعضهم، هن منفصلين عن بعضهم، يعني مش اذا انسان عنده بروستات كبيره هيدا الريسك اعلى انه يكون عنده كانسير، والعكس صحيح.
دواء الالتهابات هو انتيبيوتيك، دواء التضخم شو هو؟ او التضخم. علاج بالاحرى علاج التضخم. عندنا نوعين، يعني عندنا الجراحي وعندنا الحبوب او الادويه، يعني حسب. نحن ما بنعالج ياس بروستات على الصوره. نحن بنعالج قد ايه مزعوج هالانسان بالتبويل. اذا كان عندي بروستات كبيره وهالزلمه عم بفضي مبولته منيح وما عنده مشكله تبويل، انا شو يعني ما بدنا نحمله لا علاج دواء، لا ما بنحمله لا علاج دواء ولا عمليه. اما اذا كان مزعوج، هلا اذا مزعوج حسب كمان دوغري الازعاج، عندك المينيم المدري والسيفير، يعني الخفيف الوسط والكثير. اذا خفيف بينعطى الدواء. هلا بنرجع نحكي شوي ديتاي عن الادويه، لانه هون الادويه كمان بدنا نفوت بباب ثاني اللي هو تاثير هالبروستات على الحياه الجنسيه. يعني اذا بيجي حتى مع الادويه، يعني انا كنت رح اسال هالسؤال بخصوص العمليات. نحن بنعرف انه من بعد العمليه ممكن يصير في تغيرات، ولكن حتى مع العلاج كمان، حتى مع العلاج خصوصا هلا، يعني هلا نعم. من سنتين من ثلاث سنين الدراسات بينت انه العلاج للامراض الجنسيه بتحسن الاشياء البوليه، يعني العوارض البوليه. مشان هيك هلا كل انسان عنده مشاكل بوليه بنرجع بنقول مينيم لمودري، يعني مش كثير قويه العلامات البوليه، وعلى الايكو عم بفضي مبولته نسبيا، وعنده بذات الوقت مشاكل جنسيه، مشاكل انتصاب عم نحكي، نحن ما عم نحكي عن مشاكل ازف، بينعطى له دواء للانتصاب بيمشي حال التبويل. هيدا اخر ترند لقيوا انه هالادويه اللي بنعطيها بس تبهوا مش مثل ما بياخذوها الناس، يعني علاج عم نحكي كل يوم، مش عند الحاجه، بقى بنعطيها الدواء بيتحسن التبويل عنده. هلا باللي مع مدري، يعني المويه نص عن نص، هيدا في عندهم علاجات. اكيد في نوعين من العلاجات، واحد بيفتح المجرى تبع البول تيصير يبول اهيان، واحد تاني بيصغر قياس البروستات. بس هون عم نحكي بمدة قديش كعلاج؟ اللي بيفتح مجرى البول سريع، يعني بناخذ جواباته باليومين بثلاث ايام بنبلش نحس بالفرق بس تصغير البروستات بالدواء بدها من ست شهور تتبلش تعطي. دواء بيأثر على الحياة الجنسية؟ دواء تصغير البروستات اي، دواء فتح المجاري. عم تفوتينا بشابيت. قبل ما نفوت بالشابيت رح ناخذ اتصالين، معنا اتصالين على الهواء. الو الو الو، مرحبا، مين معي؟ بونجور، اهلا وسهلا. كيف فيني احكي الدكتور؟ عم بيسمعك، تفضلي. كيف فيني اسالك؟ انا ابني عمره 10 سنين عنده التستيكول اسانسور بيقولوا له، نعم، عم بيقولوا لي شو لازم اعمل له اوبيراسيون يعني حتى اخليها، ولا كيف الوضع، ولا سي نورمال، ولا بنطر شوي؟ فيك تفسر لي بليز؟ فيني عزبك مدام، اذا 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 التشخيص مزبوط انه تستيكول اسانسور، او نحن بنسميها كمان ان يويو، يعني بتنزل وبتطلع، اذا انت في مره من المرات عم تقدري تدسي هالتستيكول بمطرحها، لا هلا ما بده عمليه. للتفاصيل فيها تتصل فيك تحت الهواء، نحن بدنا نكمل بموضوعنا، رح ناخذ اتصال سريع. الو الو بونجور. بونجور، مين معي؟ معك جوانا. تفضلي. بليز بدي اسال النساء عن ابني، ما في اذا بيقدر يشيبني. تفضلي تفضلي، عم نسمعك. بونجور دكتور، انا عندي توينز وهلا عمره 9 years. اوكي. وواحد منهم لهلا هي ستيل ويت هيز بيد، يعني لهلا بعدنا بنعمل بيبي عشيه وانا بحط له كوش. نعم. هلا كنت مع البيدياتر عم نتابع هذا الموضوع، وكان عم بيقول لي انه اتس فيري فريكوينت عند الصبيان هيدا الشيء، سيرتو انه يعملوا بيبي بالليل وويز تايم بتروح وحده الا اذا بدك تعطيه دواء. نعم. في دواء اتسيمز بنشف المبوله. مزبوط. يعني مدام بعمر التسع سنين سريعا، يعني بدنا نكمل بعمر التسع سنين صار لازم ينعمل شيء له، حتى لو بده يضطر ياخذ دواء، وهالدواء مزبوط بخفف كميه البول بالليل، منشان هيك ببطل يقوم بالليل الولد على التبويل، بس بعمر التسع سنين صار لازم ينعمل له شيء، يعني بالخمسه سبعه فينا ننطر شوي، بس على التسعه حرام، يعني رح تاثر عليه نفسيا، يعني بطل يسترجي ينام عند اصحابه، يبطل يسترجي يظهر من البيت. ممكن ياخذوا رقم حضرتك دكتور؟ أكيد أكيد. من الام تي في بيتصلوا فيك تحت الهواء. لا. أي موضوع ما له علاقة بالبروستات، حكينا عن التأثيرات الجانبية.